أتكلم لكم أيضا عن الوقف اللي قائم في هذه القناة وفي هذا البرنامج تحديدا. جميعا متعاونون على إغلاق هذا الوقف بحول الله وقوته، وأنا متيقن ومتأمل ومتفائل بحول الله وقوته أن حنا في ختام هذا البرنامج سنفرح سويا باكتمال هذا الوقف اللي صراحة شفنا ما شاء الله تبارك الله مؤازرة الجميع وتعاونهم لإغلاق هذا الوقف. وترى أي وقف وأي خير جاري الكل بيسعى له، فكن من ضمن الساعين لإغلاق هذا الوقف. شكرا لكم. خلصنا الآن وخشينا الآن في الست أسماء، وعلى بال ما أشوف وأعرف أنا وياكم مين الست الأشخاص اللي بترحلون البرايم، لأن الإعداد الآن قاعد يحسب الحسبة وأعتقد أنه صارت فيه اختلاف في الموازين. حاب أسأل سالم، سالم اليوم مالك نصيب إلا مرة واحدة 500 500 نقطة.